اقراه عشان خاطر ده مهم بالنسبة لك، عشان لما انت بتدور على حق لازم تفهم ان روح الحق هو اللي كتب هذا الكتاب. وشوف في هذا الكتاب روح الحق تلاقي روح الحب المفقود والضائع في حياة محمد وحياة أتباعه وحياة المسلمين حتى المعاصرين. وبصلي لك من كل قلبي عبد الباري، وبشكرك من أجل الحوار اللي دار بيني وبينك، لكن بكل أمانة احنا بندور على ازاي نوضح لإخواتنا المسلمين ما هم فيه وما ورثوه من أفكار بتبعدهم عن روح الحق، عن الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. شكرا لك. شكرا دكتور. أنا عايز بس يعني السادة المشاهدين يصلوا لأجل المسلمين، يصلوا لأجل إن الحق يعرف طريق إلى قلوبهم، يصلوا إنهم يفتحوا أذهانهم ويناقشونا ويتكلموا معانا بحوار راقي رائع يكون هدفه الأوحد البحث عن الحقيقة. نحن لا نريد أن نهين أحد، نحن لا نريد أن نؤلم أحد، وكيف أؤلم أسرتي وأهلي؟ وأسرتي وأهلي ما يزالوا على دين الإسلام. أنا فقط أحب أن أوقظهم كما أيقظني الرب يسوع المسيح وكشف لي عن نفسه وعن مجده. أنا فقط أصلي أن هذه الكلمات تلمس قلوبهم ويعرفون مدى الصدق الذي نتكلم به ويعرفون شهوة قلوبنا. يا رب يسوع المسيح أرجوك يا رب اعمل بينهم الآن، وأنت قادر، أنت إله المستحيلات، لا يعصر عليك أمر، أنت يا رب تستطيع أن تفعل كل شيء، وكل ما تطلبونه باسمي يجاب إليكم. باسم يسوع المسيح بنطلب يا رب إنقاذ للمسلمين. آمين. في هذه الحلقة أشكركم. آمين آمين. وتقريبا وصلنا إلى نهاية البرنامج، راح نصلي صلاة قصيرة إلى كافة الأخوة المسلمين. أمين. والمشاهدين أحبانا، لكن يعني كمختصر مفيد أنه نقول في الختام أنه من القرآن، يعني إحنا إذا يردون أحبانا المسلمين من الكتاب المقدس، ما شاء الله غني كتاب مقدس بصفات الرب يسوع المسيح وألوهيته وإلى آخره، لكن من الكتاب من القرآن اللي هو كتاب المسلمين، أنه نشوف ولادة الرب يسوع المسيح العجيبة، نشوف ألقاب المسيح الإلهية، كلمة الله، روح منه، وجيه في الدنيا وفي الآخرة، نشوف معجزات الرب يسوع المسيح من القرآن، نشوف عصمة الرب يسوع المسيح عن الخطيئة من القرآن والحديث. فمن هذا الكلام نقدر نستنتج نحن وأحبانا المسلمين أنه الرب يسوع المسيح هو أعظم شخص، أعظم شخصية في العالم، عظيم في ولادته، عظيم في محبته، عظيم في معجزاته، عظيم في تعليمه وعملها، وفي لما يرجع مرة ثانية. سو أنا أشجعك، أدعوك عزيزي المشاهد أن توقف وقفة وتنظر للمستقبل، أنه باكر إذا لا سامح الله متت وين راح تروح؟ هل متأكد أنه أنت راح تروح إلى ملكوت السماوات أم راح تروح إلى مكان آخر خطر اللي هو الجهنم وبئس المصير؟ أنا أدعوك أن تقبل الرب يسوع المسيح كمخلص لحياتك، كرب وإله إلك، ويكتب اسمك في سفر الحياة. الله يحبك والله يدق على بابك، ليش ما تستغل هذه الفرصة؟ أنا راح أطلب من أخونا محب أن يصلي صلاة قصيرة ويقودك في هذه الصلاة، وأنت ردد هذه الجملة البسيطة وراء الأخ محب حتى الرب يمسح أو يغفر خطاياك وتكون واحد من الداخلين إلى ملكوت السماوات وليس إلى أماكن أخرى خطرة. تفضل. شكرا جزيلا دكتور باسم. قبل ما أصلي أذكركم بآية من الكتاب المقدس، هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. أمين. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. الرب يسوع حط نفسه بدالك، جاء محمد عشان يلغي عمل المسيح ومحبة المسيح ومحبة الله اللي ظهرت في الصليب. هل أنت هتفضل ماشي في الخط ده؟
ولا تصلي معايا دلوقتي اقول يا رب سامحني على اللي فات من عمري وخليني ابدا خطوه جديده احتمي في عمل شخص ربنا يسوع المسيح الذي احبني ووضع نفسه من اجلي. يا رب انا القدوس بشكرك بعظمك يا رب لانك انت الاله المحب. يا رب لا مثل لك بين الالهه. اخترعوا الناس الهه وألهوا الناس انفسهم وجعلوا من انفسهم قاده وسياسيين وعظماء وجعلوا أن من يسبهم يقتل ويموت، وأنت يا رب رفضوك وجعلوا من يسبك كأن شيئا لم يحدث. لكن يا رب بنعظمك لأنه رغم أن احنا سبناك ورغم أن احنا رب رفضناك ورب رغم أن احنا رب أنكرناك، لكن أنت في محبتك الرائعة العجيبة اللي بينتها لنا في الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الذي أرانا مجدك أيها الآب، لأنه كان به كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان وفيه كانت الحياة. نعم يا رب أشكرك من أجل الحياة التي لكل إنسان يحتمي فيك ويؤمن بعملك. نعم يا رب ليتك ما تعطي استنارة لكل شخص، تحرر رب كل نفس مقيدة من إخوات رب المسلمين وأيضا المسيحيين البعيدين عنك والغير مؤمنين بأي دين أو بأي فكر. نعم يا رب بنحط هؤلاء البشر إلا أحببتهم إلى المنتهى ووضعت نفسك حتى الموت موت الصليب لأجل خلاصهم وتحريرهم. بشكرك رب لأجل الحرية اللي انت حطتنا فيها واللي انت رب اديتها لنا مجانا يا سيد، لم نفعل شيء لكن رب بنعظمك لأن محبتك وصلت لينا وصلت لنفسنا. يا رب فضلك افتقد شعبك، افتقد يا رب البشر، افتقد يا رب كل إنسان، لأنك رب أنت قلت هذه الكلمات أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. نعم يا رب نشكرك من أجل أنك لم تأتي لتهلك وتذبح ولكن رب جئت لكي تعظم اسمك في محبتك المعلنة لنا في الصليب. يا رب اذكر هذه الحلقة أيضا يا رب حينما يسمعوها أحبائي فيما بعد حينما تعاد يا سيدي، اذكر هذه الكلمات واجعل أحبائي رب يبحثون عن الحق كما ذكر أخي المسلم اللي كان بيتصل من شوية. ادي له رب نعمة وادي له رب استنارة أكثر من كل الماضي لكي يعرفك أنت الحق الحقيقي. نصلي أبانا في اسم ربنا يسوع المسيح وشفاعة الروح القدس، فاسمعنا واستجبنا ولك الكرامة ولك كل المجد. آمين. آمين. أشكركم. أنا فعلا فرحت في هذا البرنامج، كانت حلقة ناجحة وعظيمة. أشكر دكتور محمد رحومة، أشكر أخ محب. ولو أن احنا نسينا نتكلم عن القناة الجديدة، ربما الدكتور محمد إذا تريد تنطي كلمة للأخوة المشاهدين لمدة نص دقيقة أباوي تشجيعهم للقناة الجديدة. القناة الجديدة دي أنا بعتبرها ضرورة وهي النافذة الحقيقية لإطلالتنا على المجتمع الذي لا يتكلم العربية والناس المخدوعين. أنت بمساعدتك للقناة الجديدة دي فعلا بتفتح عينين المخدوعين الأمريكان، المسلمين غير العرب الذين لا يحسنون العربية ولا يعرفونها ويحفظون بعضا من القرآن حفظا صماء كالببغاء. نريد أن نعرفهم الحقيقة، نريد أن نشرح لهم هذه الحقائق، نريد أن تصل كلمتنا إليهم. هي الطريقة الوحيدة أن نوصل رسالتنا باللغة الإنجليزية. ساعدوا هذه القناة الوليدة لأنها فعلا هي خط دفاع عن عرضك، عن شرفك، عن أمانتك، عن وجودك، عن أرضك، عن كل ما يصل إليه سمعك ويصل إليه نفسك. أشكرك لك المجد يا رب يسوع المسيح إنك ساعدت الأرامية إنها تفعل كل هذا الإنجاز. آمين. شكرا أعزائي المشاهدين، انتهينا من هذه الحلقة وراح نكون ثلاثتنا موجودين في برنامج آخر في هذه الليلة من الساعة 11 I believe، لكن بين البرنامجين أكو برنامج باللغة الإنجليزية بعد نص ساعة. أشكركم والرب يبارك فيكم.